السلام عليكم. الحلول لهاد الشيء المسؤولين، وشوف محسنين كيف يوزعوا الماء 12 ساعة اللي بقينا هنايا يعني. ومازال مازال مازال عاد ما وصلناش للباب ديال الحدود. شوف نطلبوا المسؤولين يشوفوا لنا الحل لهاد الشيء. حنا بغينا نخرجوا نشوفوا العائلات ديالنا، نشوفوا العائلات ديالنا، الوالدين، لا فامي. وبقينا هنا يوم مازال عاد 12 ساعة ومازال ما وصلناش للباب ديال الحدود. راه منكر هاد الشيء، منكر. نطلبوا من العامل ديال الناظور إقليم الناظور، ونطلبوا من الوالي ديال وجدة يشوف لنا الحلول لهذا الشيء. والسلام عليكم.